التعبير إلى من يدفع هو هذا المصرف؟ هنا لسنا نبحث نتحدث عن جسم المصرف. نحن لن نبحث هنا عن جسم المصرف لمن يتبع، ولكن دعنا نتحدث للليبيين حقيقة عن ما وصف. هذه الحكومة التي قيل بأنها مدعومة دوليا، من تتبع؟ نعم. إذا كان المصرف هو أقوى منه، نعم، من تتبع؟ حقيقة الأمر مخزي أن تزور الحكومة مدارس وترى الطلبة الذين لم يتمكنوا أولياء أمورهم من شراء الكراسات والقرطاسية لهم ومن شراء الملابس لهم، ولم تتمكن وزارة التعليم من استحداث الصيانة للمدارس حتى يستقبل العام الدراسي في وقته. ولكن استغلال المواقف والشو الإعلامي اللي أصبح الآن القفز على الأشياء من أجل إظهار أن الحكومة موجودة والنجاحات، الحكومة لابد أن تكون، أنا مع الدكتور في الكلام الذي تحدث عنه لأنه هو أخصائي حقيقي وخصص دخل في توصيف المشكلة وعلاجها. أنا أقول ما فائدة وزارة المالية وما فائدة وزارة الاقتصاد في وجود المصرف المركزي إذا لم تعمل على حلول هذه الأزمات؟ في العالم عندما تكثر الأزمة وتصبح الأزمة مشتعلة وتتأثر على حياة المواطنين يقوم الحديث عن استقالة الحكومة، لأنها لم تقدم، الحكومة جسم تنفيذي لابد أن يقدم الحل. الحكومة الآن تتحدث عن ضرورة عزل محافظ المصرف المركزي. من يعزل الشعب؟ أنت تحمل عليه المسؤولية. أنت تعزل أنت شنو وجودك كان مقدرش تعزل؟ أنت كان مقدرش تعمل شيء تنفيذي، شنو وجودك؟ ما تبديش تحمل على الناس. العالم لما تصير أزمة وما تمش حلها يستقيلوا الناس اللي يتحشموا لأنه ما وجدش حل، بيقول يعطي الفرصة لآخرين. لكن نحن اللي عندنا اللي جاي الكرسي حتى جاي من برا متشبع بالديمقراطية ومتشبع بشيء يزيد يلصق في الكرسي، ولذلك هذا لاش ليبيا ما فيهاش حل، لأن عدم الكفاءة. طيب. عندما تأتيني بحكومة محاصصات وعدم الكفاءة فيها من لا يستقيل، لأن تمتع بالكرسي وتمتع بالمنصب وتمتع بالمزايا لن يترك الكرسي. طيب. حتى ولو كان فاشلا سيستمر في الفشل. نعم. اللي يدمر البلاد. نعم.